السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق. أكد رئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيي الفريق أول محمد حمدان دقلو ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان لحل قضية أبيي. وقال دبلو في الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان بالخرطوم أن الاجتماع يمثل أولوية تقديرا لحساسية قضية المنطقة، وأشار إلى أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية لوضع أبيي على مسار السلام العادل والمستدام. شارك في هذا الاجتماع المشترك حول منطقة أبيي، والذي يعكس أنه بمقدورنا أن نعمل معا تحت طاولة واحدة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأهلنا في أبيي. تعلمون الظروف الحرجة التي يمر بها السودان في هذا التوقيت، إلا أن هذه الظروف لم تمنعنا أن نلتقي اليوم في هذا الاجتماع المشترك. أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة قبول كل المتقدمين للحج من مواطني الولاية الذين يرغبون في أداء الفريضة لأول مرة، وبشر الوالي باختيار جميع المتقدمين لحج هذا العام من ولاية الخرطوم من دون إجراء القرعة الإلكترونية، وأشار إلى زيادة حصة الولاية إلى 8976 حاجا. وأشار حمزة إلى أن الورش التقييمية ركزت على تحسين إجراءات التقديم والتسهيل على المتقدمين لأداء فريضة الحج. أكد رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم أن الحوار هو الحل الوحيد للقضايا الوطنية، وقال خلال مخاطبته بمنزله بالمنشية الإفطار السنوي لحركة العدل والمساواة إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الجهود لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإن على القوات المسلحة والدعم السريع العمل من أجل حفظ الأمن، بينما طالب فضل الله بورما ناصر الجميع بالوحدة من أجل معالجة كل الخلافات. نحن جرفنا الحرب ونعرف معنى الحرب ونعرف ما يمكن أن تفقده البلاد بسبب الحروب مرة أخرى. السودان ليس بحاجة إلى المزيد من الحروب، السودان في أمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار، حتى يتعامل معنا العالم من حولنا، حتى نتعامل فيما بيننا. دعا عدد من شباب الثورة إلى ضرورة الالتفاف حول قضايا الوطن وإدارة حوار سوداني يجمع كل أهل السودان وصولا إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وطالبوا خلال ندوة خيمة الصحفيين بعنوان شباب الثورة بين الآمال والطموحات والواقع والتحديات، طالبوا بالحفاظ على مكتسبات الثورة التي مهرها الشهداء بدمائهم، ودعوا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الوضع الاقتصادي والعمل على تغليب مصلحة البلاد العليا على المصالح الحزبية. المساحات ممكن نقول انها هي يعني بتفتح نفاجات لمساحه بتاعت نقاش حر فيه مختلف الافكار، فيه مختلف الفاعلين سواء على المستوى بتاع المجتمع المدني سواء على المستوى السياسي بتاع الاحزاب السياسيه وكذا، فهي مساحه بتاعت نقاش. هي فرصه برضه لانه الناس تفتح حوارات ونقاشات في قضايا ثقافيه، في قضايا سياسيه، وبنفس النفس البارد ده انه نحن نتداول ونتحاور ونتناقش ونطلع بحياه بتفيدنا احنا كلنا وتفيد البلد ذاته من خلال النقاشات اللي نحن بنديرها دي يعني.
نهاية الموقف الإخباري مشاهدينا قدمته إلى حضراتكم من قناة ميل الأزرق. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي وفريق العمل، مع السلامة.